أهلا بكم مشاهدين في نقاش جديد. وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ أمس على مشروع قانون حماية الشهود بعد جدل كبير خلال مناقشة هيكلة وزارة الداخلية، وبعد مطالبات بتطهير الوزارة أولا قبل إقرار مثل هذا القانون. مؤيد القانون يرون له أهمية كبيرة خاصة في قضايا قتل المتظاهرين والثوار، أما المعارضون والمتحفظون فيرون أن مثل هذا القانون قد يصلح في الدول الغنية والمتقدمة لأنه يحتاج إلى موارد مالية كبيرة وأن هناك صعوبة في تنفيذه، ويستنكرون فكرة مطالبة وزارة الداخلية بحماية الشهود وهي في الأساس متهمة بالتأثير على الشهود طوال الوقت. يقولون إن ذلك يعني أن تكون الداخلية خصما وحكما في وقت واحد. ذلك ما نناقشه مع ضيفينا في الأستوديو. أرحب بهما، النائب ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى، والأستاذ ياسر سيد أحمد محامي أسر شهداء الثورة وعضو لجنة تقصي الحقائق التي كان شكلها الرئيس محمد مرسي في ذلك الأمر. أهلا بكم. أهلا بك. اسمحوا لي أن نستعرض أولا مواد مشروع قانون حماية الشهود. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. كانت هذه أبرز المواد، مواد مشروع قانون حماية الشهود. أبدأ الحوار مع ضيفي بسؤال النائب ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى. أولا، ما هي نوعية هذه الجرائم التي تخضع لحماية يعني خلينا أقول في البداية سعادتك، هو فيه اتفاقية في منظمة لمناهضة الفساد ومقاومة الفساد تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، نعم. ومصر كانت من أوائل الدول المشاركة فيها. دي جاءت فيما يتعلق بغسيل الأموال وتهريب المجرمين والمنظمات الإرهابية وإلى آخره. فبالتالي مصر شاركت فيها فأصبحت ملتزمة، ولكن مصر عادة وفق ظروفها، أو كل دولة دائما وفق ظروفها. يعني أنا كان اعتراضي سعادتك امبارح في مجلس الشورى أنه هذه المنظمة الخاضع لها والذي يريد أن يطبق نظامها لابد أن يكون من دول تتمتع باقتصاد قوي وثقافة. يعني أنت بتفاجئنا، القوانين في مصر بتعرض علينا بنظام الصدمات الكهربية. يا سيدي لابد أن تهيئ الشعب لقوانين، يعني مثلا قانون زي ده، حماية الشهود والمبلغين والخبراء، لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي نسعى فيه لترسيخ ثقافة. أولا، هل يشمل كل الجرائم أو يطبق في حال كل الجرائم ما دام هناك شهود؟ ما دام هناك شهود ومبلغين وخبراء، يعني جرائم طبعا بتبقى ذات أهمية كمان، يعني مش جرائم زي الجرائم الدارجة اللي عندنا دي والكلام ده، لا، جرائم زي ما قلت لحضرتك خاصة في جرائم القتل، جرائم التجسس،
شيء من هذا القبيل، جرائم اقتصادية، جرائم اقتصادية، غسيل أموال وإلى آخره، كل دي جرائم على قدر كبير من الأهمية. طيب ما الفرق، ما الفرق أن نعمل قانونا كما تعمله كتعمله الدول المتقدمة التي تقول إنها دول تتوفر لديها الإمكانيات المادية والبشرية؟ المادية يعني هو قانون نستطيع بالتأكيد أن ننفذه، ولكن لابد أن تهيئ الفرد ليه، لابد أن تكون هناك ثقافة تحمي هؤلاء المبلغين، يبقى الشعب عارف ويتعاطف مع المبلغ ومع الشهود لأنه هو قد يتعرض لذات الموضوع. ألا يكفي أن أقول أنه لدي الآن قانون يحمي المبلغين والشهود؟ لا لا، أنت تخضع لقانون العقوبات العادي فيما لو تعرض الشخص، يعني شاهد دخل المحكمة شاهد في قضية حساسة ومهمة قد تصل بنا إلى مرتكب الواقعة وظروفها كلها مجتمع، فيخرج هذا يقتل، ما فيش حماية، بيبقى إيه؟ إذا ضبط المتهم بيقدم ويحاكم بقانون العقوبات بالشكل العادي، لكن هو عايز في الجرائم المهمة ديت يحمي المبلغ. طيب هل في القانون الحالي ما يحمي؟ لا، القانون الحقيقة العقوبات الحالي غير مؤهل لتطبيقه على مثل هذه الجرائم. طيب أستاذ ياسر، يعني هناك أوجه يعني يمكن النظر فيها لرفض مثل هذا المشروع أو على الأقل لتأجيله، ما الذي سيفيد في إقرار مثل هذا المشروع الآن؟ هو المشكلة مش في إقرار المشروع، المشكلة في تطبيقه، كيفية تطبيقه. يعني أنا ممكن أقر على الورق أي حاجة، لكن هطبقه إزاي؟ هي دي مشكلتنا. إحنا عايزين قانون يحمي الشهود فعلي وليس ورقي. فعلي إزاي؟ أنا دلوقتي عندي شهود، الشاهد ده هيخاف يجي يشهد حتى في أي جريمة، همسكها لك واحدة واحدة كده تدرجي. الشاهد ممكن يروح يخاف يشهد من ضابط شرطة، ممكن يروح يخاف يشهد من باتش وقوة الخصم بتاعه، ممكن يغير، ممكن يجبر على التغيير. وعندنا أمثلة عملية في حاجات زي كده هطرحها على سعادتك في قضايا مهمة، بداية من قضايا الثورة زي قضية السيارة الدبلوماسية. الشاهد اللي قيل انه هو شاف زجاج السيارة مكسور من ناحيته وشاف مين اللي ممكن يبقى جوه، ابنه اتخطف، وعملنا بلاغ في الداخلية ومشينا وجرينا وصممنا لحد ما رجعنا ابنه في خلال 8 ساعات. طيب ما هذه في حد ذاتها جريمة لا تحتاج الى قانون لحماية الشهود. ما هو دلوقتي انا مشاهد، انا اخاف بقى ان اهلي يحصل لهم حاجة، ديت بالدوافع اللي قالت نعمل قانون لحماية الشهود. بس ايه هي بقى الياته؟ ما انا ممكن اصلا اللي بيكون بيضغط عليا الاله نفسها زي الداخليه، ما هي الداخليه هي الاله المفروض تحمي. نعم. وهي الاله اللي بتخوف. ايه اللي انت بتعمله؟ ايه سعادتك؟ العبره ليست بقانون. طيب ما هو ده موكل ايضا بان تكون هناك اداره في الداخليه لتنفيذ. انا عايز اداره مستقله. هي دي ليست في وزاره الداخليه. الاداره المستقله دي بقى معاها، هل معاها آلية أنها تبقى ضد هتبقى أقوى من وزارة الداخلية؟ القانون ينص على أنها تتبع وزارة الداخلية. ما ينفعش بقى تتبع وزارة الداخلية. لا، ما هو لأن المشكلة بقى عندي أن وزارة الداخلية متهم رئيسي في قضايا كتير، وخصوصا الضغط على الشهود. عندنا قضية عملية في أحد المتهم، في أحد متهمين، واحد ممكن يبقى متهم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. اثنين متهمين دخلوا قسم الشرطة، قتل أحدهم وتم تعذيب الآخر كي يقول أن زميله لم يدخل قسم الشرطة أصلا، وشاهد بذلك في النيابة. وحين انتهى الحبس الاحتياطي المفروض ينفذه داخل القسم وبينفذ في السجن، فبقى بعيد عن إيد الضابط اللي بيخوفه، بدأ يتكلم وعايز يقول في النيابة الحاجة. الكلام ده قضايا عملية موجودة في الواقع. فأنا دلوقتي اعتراضي أو شايف أن القانون حلو بس على الورق. انت تقصد احمد ربيع؟ انت تقصد قضيه احمد ربيع؟ قضيه احمد ربيع. احمد ربيع ومحمود سيد. احمد دول في اسم الويلي حصلت المشكله معاهم، والقضيه ما زالت مطروحه امام النائب العام، وقدمنا شكاوى في حاجات زي كده كتير قوي. طيب احنا لدينا شهاده الان اعتقد انها لخاله احمد ربيع وهو مندوب مبيعات احد شهود محبوسين،
وقيل أو قالت قريبته أنه تعرض للتأثير من قبل وزارة الداخلية في قضية تعذيب. لنستمع إلى هذه الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خالة أحمد ربيع المتهم في الحلقة موضوع النقاش. المفروض أن أحمد مندوب مبيعات لإحدى شركات بيع خطوط المحمول. هو ومحمود المفروض بيقفوا في ميدان العباسية كل يوم بيدفعوا 30 جنيه لبلطجية المباحث اللي مسرحاهم في ميدان العباسية. يوم الحادثة أحمد ما كانش لسه اشتغل ولا هو ولا صاحبه ولا باعوا أي حاجة. المفروض أنه البلطجي اللي بياخد منهم الإتاوة جالهم طلب منهم الفلوس، قالوا له لسه ما اشتغلناش عدي علينا بعد ساعتين. عدى برضو ما كانوش لسه باعوا حاجة. فمحمود وأحمد طلبوا منه أنه هو يصبر شوية، ما وافقش. المهم امشوا من هنا، ضربوهم، اعتدوا عليهم، لا مش هنمشي. المهم تلم عليهم البلطجية بتوع الميدان اللي هم أصلا بتوع المباحث بتاعة اسم الويلي وضربوهم، وفضلوا يضربوا فيهم. أحمد ومحمود فاقوا لقوا نفسهم في الاسم. لمجرد أن محمود بيسأل فيه إيه، أنا عايز المحامي، أنا مش هتكلم غير قدام المحامي، إحنا ما عملناش حاجة، إحنا المفروض معتدى علينا وإنتوا بتضربونا ليه، إحنا قمنا بثورة عشان يبقى لينا حقوق. اتفاجئ طبعا ببتوع المباحث، احنا يا ولاد كذا ويا ولاد كذا هنعرفكم الثوره اللي انتوا قمتوا بيها، احنا هنوريك الثوره ديت وصلتكم لايه، هاتك يا ضرب في محمود وفي احمد جوه الاسم. لدرجه ان محمود وقع من كتر الضرب وبداوا يضربوه بالبنادق في راسه. طبعا احمد تحت واقع التعذيب، ولما شاف صاحبه بيموت قدامه مضوا على محضر ان هو كان معاه سلاح، وان هو هدد الامن والسلم العام، وان هو بلطجي، وان هو ضرب عيارة ناريه في ميدان العباسيه. طب انا عندي سؤال، لو احمد ومحمود بلطجيه ازاي يشتغلوا مندوبين مبيعات في شركه خطوط محموله؟ المفروض ان هي شركه محترمه. لو احمد ومحمود بلطجيه هل هيروحوا يعتدوا على ميدان كامل لوحدهم بطولهم؟ ده مش منطقي ابدا. احمد بنحاول ندخل ليه نكلمه جوه الاسم 8 ساعات، ضابط المباحث يقول انا بكتب محضر. محضر ايه اللي بيقعد يكتب 8 ساعات؟ بتحط لهم في المحضر ايه؟ وطبعا احمد ولد عنده 21 سنه، قالوا له امضي، لقى صاحبه بيموت قدامه، هيعمل ايه غير ان هو يمضي؟ لو اي حد في مكانه واتكتب في المحضر ما اتكتب، اتكتب ان هو اللي اقتحم السجون، برضه هيمضي، لانه شاف صاحبه بيموت قدامه. لو كتب له في المحضر ان انت اللي اقتحمت السجن هيقول اه امين. لو قالوا له غير ديانتك هيقول اه امين. الداخليه هي هي والمباحث هي هي، مفيش حاجه اتغيرت. احمد دلوقتي موجود في سجن ترى، اخذ 4 أيام على ذمه القضيه، في 15 في 15 في 15 في 45 يوم على ذمه التحقيقات. دراع احمد مصاب، المفروض يتركب له شريحه ويتركب له مسامير، والمفروض ان احمد هيقعد بدراعه بعاهه مستديمه، مش هيقدر يحرك دراعه بشكل طبيعي تاني زي الاول. اخذوه ازاي وقبلوه في ترى؟ كل ده علشان يخرجوه من الاسم ويبعدوا الشبهة عن الاسم، في حين ان محمود باباه ومامته وعمامه مستلمينه جثة هامدة من الاسم، ده ما تذكرش في محضر التحقيق، وما تذكرش ابدا ان محمود دخل الاسم. في المحضر كتبوا ان محمود الاهالي هي اللي اعتدت عليه ونقلوه من المستشفى، في حين ان عم محمود مستلمه من الاسم جثة هامدة بعد ما اعتدوا عليه كامل الضباط وكامل العساكر، وبالاخص مأمور الاسم ورئيس مباحث اسم الويلي. أحمد ومحمود ما لهمش غير ربنا، لأن البلد ديت ما فيش قانون فيها بيمشي إلا على الغلابة. البلد ديت إحنا لو لينا واسطة ما كانش اتعمل في ولادنا كده، لو لينا واسطة ما كانش واحد في ظهرة شبابه عنده 25 سنة يموت والتاني يترمي في السجن مظلوم علشان خاطر بتوع المباحث بيسترزقوا من البلطجية اللي مسرحينهم في ميدان العباسية. احنا ما لناش غير ان احنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل، ودم محمود في رقبه مدير رئيس مباحث اسم الويلي وفي رقبه الضباط، وذنب احمد احنا مش عارفين. طبعا هذه الشهاده على مسؤوليه التي ادلت بها، وهي خاله احد الشهود المحبوسين الان على ذمه التحقيق في احدى قضايا التعذيب التي نتج عنها وفاة أحد المتهمين. أعود إلى ضيفي في الأستوديو. أنا أعلم بالطبع سيادة النائب ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى أنه أنت لست مع هذا القانون، ولكن من الناحية المبدئية هل يشترط القانون، لأنه أرينا بعض المواد في هذا القانون يبدو أنه بيشترط أن يكون الشاهد محل الحماية نظيفا جنائيا، اي ليست له سوابق او بالتاكيد، لانه انت النهارده هذا الشاهد قد يدلي باقوال كاذبه، عشان كده القانون
شدد العقوبة، يعني في المادة قال لك إيه؟ يعاقب كل من أفشى بيانات طالب الحماية أو المشمول بها بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50,000 ولا تزيد عن 100,000. جاء بقى بالنسبة للشاهد أو المبلغ، يعاقب المشمول بالحماية بالسجن المشدد إذا ثبت كذبه، يعني إذا أدلى بشهادة كذبة أو لفق كلام ملوش علاقة بالواقع. فأيضا أعطاه، ولكن يبحث في سجله الجنائي قبل قبل هذا طبعا، قبل بالتأكيد، لأن ما يكونش صاحب سوابق أو إنسان مش يعني سجله مش نظيف أو مش سوي أو إلى آخره. ما هي أصل الحماية دي في مثل هذه القضايا سعادتك، مفروض المبلغ بيكون على قدر من الثقافة وأيضا الشاهد، المصداقية أيضا أو المصداقية طبعا بالتأكيد أساسي معها. فعشان كده المشرع شدد العقوبة بالنسبة لمن يفشي زي اللي هو الإدارة المشمولة بالحماية، ودي للأسف عملوها وأنا معترض عليها أيضا. لكن لما يأتي دورها عندما نناقشها في اللجنة التشريعية، أنت إزاي بتخلي الداخلية خصم وحكم في آن واحد؟ إذا كانت يعني خلينا الكل عارف طبعا أنه النمط في وزارة الداخلية أو في الأقسام لم يتغير، يعني إرهاب الشهود وإرهاب المبلغين مسألة لم تتغير لا قبل الثورة ولا بعد الثورة. فإزاي أنا أخلي الإدارة ديت فرع داخل وزارة الداخلية؟ ولكن من ناحية المبدأ، يعني هل من حقي أو هل من المنطق أن أرفض مشروع قانون أو قانون إذا أقر أرفض لأنه أنا دولة ليست في مستوى الدول الأخرى المتقدمة أو الغنية؟ إنه أنا عايز أقول لسعادتك برضو، ما كان ينبغي أن يناقش مثل هذا القانون في ظرف استثنائي. نحن الآن يا سيدي نعيش في دولة بلا مؤسسات، وإن كانت مؤسساتها موجودة ولكنها لم تتعافى حتى الآن، فتوقيته مش مناسب. يعني أولا توقيته بالإضافة لإمكانياتك، وأنا قلتها يمكن في المجلس امبارح، ده عايز دول مرفهة، واعتقد انه ما فيش اكثر من 3 دول في العالم بتطبقه، الولايات المتحده واسرائيل، واعتقد انه الدول الاسكندنافيه. هذه دول مرفهه، هذه دول لديها امكانيات. ما هي تلك الامكانيات؟ يا سيدي اولا عندهم ثقافه احترام المبلغ، وهذه يمكن زرعها في الناس. بس انت ما زرعتها سعادتك، انت النهارده زي ما قلت لك في بدايه الحلقه سعادتك، كان يجب ان يكون هناك حوار مجتمعي نوعي الناس ايه اهميه وقدره المبلغ والشاهد. هل هناك صعوبه في اجراء مثل هذا الحوار؟ لا، محتاجه وقت، يبقى ما تقرش القانون سعادتك قبل ما ترسخ هذه الثقافه. يعني انا بحترم كلام استاذ ممدوح بس معترض على حاجه. طب اتفضل. استاذ ممدوح بيرجع الموضوع كله لثقافه الشعب. لا، الشعب مؤهل ومثقف، ولكن الدوله غير معده لاليات تنفيذ القانون، ما عندهاش الامكانيات بتاعت كده. طيب دليل على كده، انا هديك دليل عملي، انا هديك الدليل العملي. واحنا في لجنه تقصي الحقائق اتقال لنا ان لو في شهود جاي عايزه تشهد بس خايفه تقول اسمائها، اديها كود رقم انت بس هتبقى عارفه ورئيس اللجنه. بالفعل كنا بنعمل كده مع بعض الشهود. فانا طرحت سؤال، طب يا جماعه ما احنا لما هنيجي في محكمه الجنايات واحنا وصلنا من خلال الشاهد اللي ليه كود ده لدليل معين، هيجي محامي المتهم ويقول انا عايز اناقشه، فبالتالي يجب ان احنا نجيبه، فهيظهر. اذا ظهر هنا بقى يبقى التخوف اللي احنا على اساسه ادينا الكود ليه ملوش حمايه. هل انتوا هتبقوا قادرين على حمايته؟ بمعنى ان انتوا هتحطوا له حراسه وهتمشوا معاه وهتخلوا الراجل ده في معزل عن الخصوم اللي هو ممكن يسال يشهد عليهم؟ ما عندناش كده. هي دي الامكانيات اللي حضرتك بتقول ما فيش كده. في اعتراض حاجه تاني؟ اتفضل. انه هناك من يستطيع ان يدلي بشهادته من وراء ستار، ودي حصلت في مصر قبل كده، انه من حق الشاهد ان يجبر المحكمه او هي تراعي وتخلق نوع من الموائمه انه الشاهد يدلي حتى مع مناقشه الدفاع ليه. من وراء ستار. وانا مش هعرف بياناته حتى هنا في نص الماده يا استاذ ياسر بعد اذنك. اي ليه حضرتك؟ قال لك يجوز للشاهد تغيير الصوت او اخفاء ملامح الوجه. يعني نخلي بقى الشاهد ده عم ايوب؟
ده اللي تضمنه القانون يا استاذ ياسر. ايوه ما هو القانون خاص. عشان كده بنقول طب ما هذه الامكانيات اللي تتحدث عنها. ده هم بيحاولوا يجملوا القانون. انا شايف ان ما فيش امكانيه، الامكانيه حط لي اداره موثوق بيها تحمي الشاهد ده ويكون ليه حصانه معينه في خلال الفتره دي، وبعدين اكون حامي هو واهله على حسب نوعيه. وارد في النص يا استاذ. ما فين بقى مين اللي هينفذ؟ طيب يا استاذ ياسر، ما انت في نهايه المطاف انت تشاطر سياده النائب الراي بانه بس ما فيش تنفيذ. انا ما دامك على ورق تتوفر هذه الامكانيه. انا ممكن اكتب مقال، انا ممكن يا استاذ كريم، انا ممكن اكتب مقال حلو قوي، لكن فينه على الواقع؟ ما فيش، خيال. القانون ده عباره عن خيال. عشان كده في المجمل بنقول ان مصر غير مهيئه. مش من الشعب بقى، مش من الشعب. لا ما انا ما قلتش الشعب، ساعات بتقول ايه ثقافه مصر الشعب. غير مهيئه لتطبيق هذا القانون. طيب ما الذي دفع مجلس الشورى الى في الاساس الى مناقشه هذا القانون؟ يمكن لانه اخواننا في الحريه والعداله قالوا ان الدستور تضمن مثل هذا الامر، وعشان في اشاره في الدستور المصري ان انا ممكن اعمل قانون لحمايه الشهود زي ما نعمل قانون برضه لمحاكمة رئيس الجمهورية. طب ما نناقش قانون محاكمة رئيس الجمهورية احسن، المحكمة دي. المحكمة اللي هتتشكل. ما لو ناقشناه لو ابطلت المحاكمة. طيب يعني لأنه رئيس الجمهورية يعني أنت تشكك في النوايا الذين دفعوا مثل هذا المشروع. أنا شايف إن في فراغ تشريعي بيحاول، وفي فراغ في الشارع بيحاولوا يملوه بحاجات جدلية احنا نقعد بقى نتكلم فيها وننسى الواقع العام اللي احنا عايشين فيه في حياتنا. طيب سيادة النائب، يعني إذا كنا اتفقنا على أنه من غير المنطقي أن يعهد لوزارة الداخلية بتخصيص إدارة لهذا الغرض، كيف يمكن، من تلك الجهة التي يمكن أن تتبعها مثل هذه الإدارة أو هذه؟ لا أنا تقديري المتواضع يقول إنها قد تكون زي مثلا جهاز الرقابة الإدارية، رغم أنه كل من فيه من ضباط الجيش والشرطة إلا أنه جهاز مستقل. تمام. زي جهاز أمن الدولة أو الأمن الوطني، هو جهاز من يعني يتبع وزارة الداخلية لكنه يملك الاستقلال الكامل. أليس من الأجدر أن يكون أن تكون الجهة المشرفة مثلا وزارة العدل؟ وارد. وهذه طبعا وهذا هو الأفضل. لأنها جهة مدنية خاصة وإن الشهود لا تملك لا تملك من التأثير على هذه الإدارة اللي هي إدارة المشمول بالحماية. بس هنيجي هنا للزراعة بقى المنفذة. يعني في آخر ده تقديري أنا. طيب هل 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 يمكن أن يكون هناك تنسيق مثلا أستاذ ياسر ما بين وزارة العدل إذا تولت هي هذه المهمة مع الداخلية، ويمكن أن بشهود يعني بقى معينة ان وضعيه الضباط دول هم يكونوا ضباط عشان التدريبات وعلشان الشكل العام ليهم وعلشان برضو الفهم السريع في حاجات زي كده، وفي نفس الوقت تابعين ممكن لوزاره العدل بس ليهم ملكات خاصه ليهم امكانيات خاصه، لو هم عندهم حاجه زي كده وهيعملوها اهلا وسهلا بقانون الحمايه. هو جايبها هنا اهلا بيه في النص بيقول لك ايه، يكون الكشف عن هويه المشمول بالحمايه للمحكمه فقط، واخد بالك؟ فهو حددها برضه. لا بس من حق محامي المتهم انه يعرف مين اللي بيشهد، من حق ان انا اشوفه. لا ما انا بقول لحضرتك. طيب هل 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 يمكن ان يامر مثلا قاضي الجلسه او رئيس المحكمه في هذه الاحوال بان يزود محامي الدفاع باسم الشاهد على ان يطبق عليه القانون فيما بعد اذا هو افشى؟ كاتب ما المادة برضو تضمنت يا استاذ. لا انت كده هتقيد المحامي في اشياء معينة، انت هتقيد المحامي نفسه في شغله، ده شغلي. طيب اقيده بس فقط الا يكشف، الا يكشف عن اسم الشاهد. طبعا ما دي من ضمن الضمانات الفعلية. محامي المتهم هيطلع يقول للناس اللي بيترافع عنهم لأهلية المتهم بتاعهم أنا مش هقول لكم مين الشاهد اللي شاهد على ابنكم؟ وليس مطلوب منك يا أستاذ ياسر كمحامي أن تتحدث معهم من الشاهد أو دي هذا ده شغلك أنت كمحامي أو كدفاع. أنا بتكلم عمل يا ممدوح بيه. يعني ما عمليا هل هيستطيع محامي أن يخفي حقيقة من شهد على كده بنقول من أعطى رقبة ابنهم إلى يا أستاذ ياسر؟ ما أنا في البداية قلت لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي لترسيخ ثقافة إنه أن ندفع كلنا كشعب
ونحمي المبلغ او الشهود او الخبراء. وبعدين في اعتراض على حته تانية انا اسف يا استاذ كان حته تانية اللي هي بتاعت ان يجب ان يكون الشاهد المشمول بالحمايه غير مطلوب جنائيا او غير او صحيفه الحاله الجنائيه بتاعته نظيفه. دوت يتعارض مع القضايا العارضه زي قضايا القتل. ممكن يكون الاقي واحد انا في مشكله ما بين شخصين معينين والشاهد الوحيد ممكن يكون شخص كان ماشي قد يتعرض من للخطر من اهليه المتهم وده امر طبيعي وامر وارد. يبقى ازاي انا حسما لهذا الامر مثل هذا القانون لا يطبق في الدول الناميه او المتخلفه. طيب استاذ ياسر يعني هل نستطيع ان نفرق ما بين هدف هذا المشروع مشروع القانون من يعني حماية سير القضية قضية معينة أكثر بكثير من حماية الشاهد نفسه؟ يعني يبدو أن هناك بعض المواد التي تشتم منها أنها تريد عايزين قضية بعينها عايزين لا القضية أن نحافظ على سير القضية ونخدم القضية نفسها وليس الشاهد. وكيف تخدم قضية من غير شاهد ومن غير مبلغ من غير ما تحميه طبعا ما ينفعش عمليا مش هيستوي اللي سعادتك بيقوله ده مش هيستوي ازاي. طيب هل هناك وقت معين مشروع القانون حدده لإمكانية الكشف عن هوية المبلغ أو الشاهد يعني في جلسة الحكم مثلا؟ ما حتى لو كده يبقى أنت ما حميتش الشاهد، ما الشاهد عايز يبقى محمي على طول. وإلا أنت ليه خفيه؟ بس هو لأنه عارف يا أستاذ كارم مصيره قد يتعرض الخطر، عشان كده ألزم الدولة بتعويضه إذا وقع عليكم مكروه. إذا تعرض لقتل أو يعني أنت هتموت خلي الورثة يعني هو مقتول مقتول. طيب أنت سيادة النائب أنت أثرت نقطة ضرورة خلق مناخ يمكن أن يطبق. طيب كيف نبدأ الحوار المجتمعي؟ سمعنا عن الحوار المجتمعي في أكثر من مشروع ولم يحدث. أستاذ كارم العربة أم الحصان؟ ما احنا ماشيين بكده، العربة أولا ولا الحصان أولا؟ يعني احنا عندنا عندنا إسهال تشريعي ولا يقابل تفعيل عملي. العبرة يا أستاذ كارم ليس بقانون، إنما العبرة كيف تطبق هذا القانون على الأرض. لا يوجد في الدنيا تطبيق قانون على الأرض بغير قوة تحميه وتدفعه إلى التنفيذ، وإحنا ما عندناش الكلام ده. يعني إحنا حاليا في مرحلة عجيبة جدا، ما فيش قوانين كتيرة جدا وما عندكش آليات لتفعيلها بالقوة عشان تنفذها. وأنا طيب أستطيع أن أقول من ناحية العملية شيء معين، أن تطبيق هذا القانون سيدلس على القضايا، سيدلس على مجرى القضايا نفسها. بمعنى انا دلوقتي لما باجي اسال ضابط مباحث اكتشف قضيه معينه، ازاي انت عرفت الشيء ده؟ يقول لك من مصادري السريه. وهذه المصادر لا يجوز لينا الكشف ان احنا نعرفها ونكشف عنها. فبالتالي انت جعلت الشاهد اعتقد ان قاضي الجلسه يمكن ان يجبر لا خالص الكشف عن المصادر. يقول لك كده انت هتكشف لي مصادرك يا استاذ كارم، بيقول له بياناتي جهه عملي ما بيدهوش. فكلمه المصادر السريه دي هنضيف ليها بقى مين؟ ايه الشاهد السري بالظبط. فكده لو احنا ما بنطبقش القانون اصلا. طيب سياده النائب يعني عندما تقول وزاره العدل انه هذا القانون تاخرنا فيه كثيرا وارجئت مناقشته كثيرا، هل يعني ذلك هل تقرا فيه دعما من وزاره العدل لاخراج مثل هذا القانون؟ لا يا استاذ كريم، هو يخشى العقاب، لأنك طالما التزمت أن تعضو في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فبالتالي لابد أن تلتزم بكل ما تمليه عليك المنظمة أو تقره. أنت متأخر، يعني كل الدول الأعضاء اللي هي مشاركة في هذه المنظمة لمكافحة الفساد نفذت هذا القانون، أنت دائم التأخير. فعشان كده هي بتقول لك يتنفذ. يعني هل وزارة العدل تقصد انه فقط رسم مظاهر ان انا نفذ، انما عمليا انا منفذ، انما يكون عندي قانون بس مش مهم انفذه زي باقي القوانين في مصر. تصدر القوانين ولا تفعل، طب ايه قيمة قانون من غير ما تفعله على الارض؟ هذه القصة.
طيب أستاذ ياسر، يعني عطفا على ما ذكره السيد النائب من ضرورة إدارة حوار مجتمعي، في رأيك هل يأخذ ذلك وقتا طويلا لكي ننشر هذه المعلومات بين الناس، يعني قبل أن نقر مثل هذا المشروع؟ وهياخد وقت كتير وناس كتير مش هتقبله. الناس يعني آسف بقى في الكلام اللي هقوله، الناس تحت في الأرض عايشة، إنما اللي بيقر القانون قاعدين في التكييف، مش عايشين على الأرض، عايشين على الورق، مش ماشيين عملي. أنت عايز تجري حوار، اجري الحوار اللي أنت عايز تجريه، ناقش الناس بقى، انزل للمتهمين بالفعل، انزل للناس للأهالي اللي ولادهم محبوسين علشان مظلومين، ولادهم موجودين في الحبس وقد يكونوا ولادهم جناة، انزل واسأل كل الناس دي، ومن هنا من قلب الناس دي بقى طلع اللي أنت عايز تعمله، إنما تقعديش في التكييف وتناقش و... طيب سيادة النائب، يعني هناك كثير أو عدد من الأحزاب والرموز السياسية في مصر قالت أنه ربما يوافقونك الرأي على أنه من المبكر عرض مثل هذا المشروع، ولكن هم يشترطون أن يعاد هيكلة وزارة الداخلية قبله. هل تفيد إعادة الهيكلة أو التطهير كما يسميه البعض، هل يفيد في جعل مثل هذا القانون أكثر واقعية؟ بالتأكيد ده شيء أساسي، لأنك أنت لما بتعيد هيكلة وزارة الداخلية وتدفع بدماء جديدة مؤهلة ومثقفة سياسيا قطعا بيأثر. لكن أننا أطبق، هو أولا كان حاجة يا أستاذ كريم، فور أن تشارك في معاهدات أو مواثيق قانونية يجب أن تؤهل شعبك لهذا، فبتاخد الفترة. يعني احنا مشاركين من بدري في هذه المنظمة، كان يجب أن تؤهل الشعب لذلك وتؤهل الحاكم والمحكوم لذلك عشان تقدر تنفذ. لكن بالتأكيد هم زي ما قالوا تفضلوا، هم أخواننا وقالوا هذا كلام صحيح، نحن نحتاج لهيكلة، نحن نحتاج لتطهير. طب ما ده اعتراف ان ما ينفعش ننفذ القانون، ده اعتراف من الجهة طبعا انه ما ينفعش ننفذ طبعا. وانا معترض على محتاج اعاده هيكله، وانت معترض استاذ كريم على القانون، هو القانون رائع، ولكن انا معترض على التوقيت، معترض على ان انت ليس لديك قدرات ماليه تؤهلك، لانه هيحتاج لوقت طويل ومال كثير، وانت تعاني، انت لديك في ماذا المال؟ هي تحتاجه في ايه في المال؟ لا انت محتاجه، لانك كل ما عايز تحمي دول بيحتاجوا تخصص حراسات تصرف تعمل، خاصة كمان ممكن في حالة لا قدر الله تعرض الشاهد أو المبلغ للقتل أو ما أنت بتعوض ورثته، فأنت النهاردة عندك حالة من الاستنزاف المادي أنت غير قادر عليها الآن. احنا هنحتاج مثلا حوالي 10 مليون ضابط عشان الشعب كله يحتاج حماية، إن كل الشعب عايز يشهد خلاص كده. لا طيب يعني 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 هل ظهر اي قصور لمسته انت في من خلال عملك في لجنه تقصي الحقائق الخير التي عينها الرئيس محمد مرسي، هل لمست دور مفقود يجب ان يملا بمثل هذا القانون؟ ما انا على ارض الواقع قلت لسعادتك حصل قدامي عملي. انا في ناس حبت تيجي تشهد وقلت عليها يا جماعة الناس دي عايزة تشهد، وشافوا بالفعل القاتل وعارفين اسمه ورتبته وفين شغال، بس خايف يجي يشهد طبعا. ليه يا بيه؟ أنا راجل غلبان، مين هيحميني؟ بيقول لي كده الكلام ده دلوقتي. وعلى فكرة الناس دي وقفتني، كنت خارج مرة من تصوير إحدى البرامج وبنتكلم على حاجة زي كده، فلقيت الراجل قاعد على عربيتي، أنا عايز أشهد بس خايف، أنا شفت كذا وكذا وعد أسماء الناس. ورحت قلت الكلام ده في اللجنة، قالوا هندي أكواد. طب يا جماعة ما هو في الأكواد هنيجي في الجنايات بقى، هيقول أنا عايز أشوف، لازم الكشف عن هويته وأنا ما عنديش حاجة بقى زي كده تحميه. وأحسن أحيانا تحدث مواجهات يا أستاذ، ما عنديش عملي بين المتهم والشهود، والشهود بين المتهم والمبلغ، إن حاجة اسمها نوع من المواجهة. طيب سيادة النائب، يعني هل يمكن أن يكون هناك بديل لهذا القانون إلى حين توفر المناخ الملائم لإصداره؟ عندما تعدل يا أستاذ كريم قانون العقوبات، لأنه القانون مش جامد، لأنه يجب أن تغير قوانينك، لأنه المجرم
بيبقى بيتطور ذكاء وبيبقى أكثر ذكاء وأنت لا تلاحقه لأنك حاطط قوانين من 50 سنة. أنت لا تتطور في القانون مع العصر. يا سيدي قانونك جامد، القانون ليس إنجيلا ولا قرآنا، يجوز تغييره ويجوز تعديله وفق الظروف وفق الأوضاع. فإن لم أنت تستطيع أن تشدد القانون وتستغني عن ده، تستطيع أن تستغني حينما تشدد العقوبة وتضع دوائر خاصة للمحاكمات السريعة، وما تقعدليش في الجناية بقى نظام الرد ورد القاضي ورجع وجاوة. أنا عايز دوائر خاصة خاصة في كل القضايا، هذه القضايا بحيث أن المحاكمة لا تتجاوز شهرين عشان يشعر المواطن بالأمان، ويشعر المجرم أنه عندما يقع في قبضة الشرطة أنه سوف يقدم وسوف يأخذ عقوبة مغلظة وعقوبة. كل ده تستطيع أن تؤثر. طيب. أستاذ ياسر، من خلال عملك أنت كمحامي، هل تعتقد أنه يعني تشديد العقوبة أو تعديلات على قانون العقوبات ربما يكون بديلا مؤقتا عن المشروع الجديد أو القانون الجديد؟ والله أنا شايف أن تطبيق القانون نفسه لو اتطبق، لو قانون أي قانون موجود دلوقتي لو اتطبق أنا في غنى عن القانون. ما أنتش محتاج لقانون حماية الشهود. بس اتطبق القانون أصلا، ما فيش أي قانون بيتطبق. لا ضابط لا ضابط الشرطة بيطبق القانون ولا المواطن بيطبق القانون. طب ما دي ثقافة. طيب. دي ثقافة. مفيش تطبيق قانون عندنا وغير على الورق. طيب المشكلة ليس في قانون حماية الشهود. ما احنا قلنا العبرة ليست في القانون. القانون حلو جميل ظريف كده على الورق شكله حلو قوي. ممكن اغلفه واحطه في كتاب كده جميل. طيب السؤال الأخير لسيادة النائب ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى، ما الذي تتوقعه في مناقشة المجلس لهذا المشروع؟ هل سيمرر؟ شوف أنا عايز خلينا يعني أكون معك أكثر صراحة. إحنا إلى الآن لا نفهم معنى الأغلبية ومعنى الأقلية. يا سيدي هناك حاجة اسمها مصلحة الوطن، هناك حاجة اسمها المصلحة العليا، لكن هذا القانون مقدم ممن يملكون الأغلبية. خلينا نتكلم. فسيمرر خلاص الإجابة واضحة. فبالتالي هذا القانون سوف يكون مصيره الموافقة ويخرج إلى الحياة كقانون. والمادة قالت أنه حيطبق بعد يعني هل هناك حاجة للاعتماده من المحكمة الدستورية؟ بعدها ثلاث شهور. لا ما هو لازم يبعثه للدستورية. والدستورية هترجعه 100%. لأنه في مواد لا تتوافق مع الدستور. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى. أشكر أيضا الأستاذ ياسر سيد أحمد محامي أسر شهداء الثورة. أشكر كل من تابعنا في هذا النقاش. بعد قليل عرض للأنباء. إلى اللقاء.